حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله عليه السلام صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى